انت شغال كده بتعمل ايه؟ كده مخرم عفش. بتعمل دي الفورمه اللي في الفانوس. دي عفش الفانوس فيه ست حاجات من دول. ده اسمه ايه بقى الفانوس ده؟ توتس. ايه؟ توتس. سعر الفانوس السنه ده هيبقى عامل كام تقريبا؟ هي زي السنه اللي فاتت. في انواع جديده طلعت، في اشكال جديده مختلفه عن السنه اللي فاتت ولا؟ في اشكال جديده. زي ايه مثلا كده؟ في مثلا هي يعني ممكن الفورمه تختلف شويه، الرسمه تختلف، الاستامب الاشكال بتبقى احلى. لكن الرسمه انا شايف في رسمات كده طباعه بتتزوع على الازاز مثلا، ستيكر. ده برضه ما كانش تقريبا السنه اللي فاتت، ما كانش حاجه زي كده. كان في ستيكر سنه محمد صلاح. وكان الازاز الملون والكلام ده. ده اسمه ايه اللي هو عليه ستيكر ده؟ اسمه ايه؟ الفانوس اللي عليه ستيكر ده اسمه ايه؟ لوتس. اللي هو هيتحط له الحاجه دي مثلا؟ ولا ملوش علاقه بده؟ السوق السنه دي زي السنه اللي فاتت ولا اقل ولا اعلى؟ السوق ممكن يكون اقل شويه. اقل عن السنه دي. انتوا شغالين من بدري على الطلبيات ولا لسه بادئين ولا؟ احنا شغالين من المول ده. بعد المول. الطلبيات كتير ولا؟ متوسط. منطقة السيدة زينب فيها ورش كتير بفوانيس المول. فوانيس. يعني تقريبا كده كم ورشة في فوانيس؟ في المنطقة كده حوالي 5 ورش. يعتبر أكثر منطقة فيها ورش. انتوا شغالين محلي بس ولا بتصدروا ولا؟ احنا محلي بس. الفانوس الصيني بصدر. الفانوس الصيني لسه زي ما هو ليه تواجد ولا قل؟ قل شويه. المصري يعتبر غلبه شويه عن السنه اللي فاتت. قل شويه. ليه دلوقتي يا باشا؟ دلوقتي في مرحله اللي هي مرحله اللحام الفانوس. طب ال- 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 القطع اللي في ايدك دي الفانوس اسمه ايه؟ ده فانوس لوتس. لوتس. ده بيبقى ارتفاعه قد ايه او ده هو انسب مقاس حوالي 90 سم؟ في مراحل بعد كده بدل اللي انت بتعمله ده؟ لا طبعا، ايه بتتجمع حتت صغيره بعد كده بتجمع ادوار ثانيه مع بعض، بعد كده الازاز بيتسنى، بعد كده بيتنفص، بعد كده الفانوس بيتقام. انت بتلحم بقى الزير صح؟ الزير ده بيخش فيه ازاز بقى، الفانوس ده بيدخل فيه ازاز؟ بيدخل فيه يعني بيبقى فيه قطع ازاز؟ طبعا. اي فانوس، الفوانيس تعرف بيك يا باشا؟ تاني. انت دلوقتي الفانوس اللي بتعمله ده اسمه ايه؟ ابو ناس. بس شكله مختلف عن السنه اللي فاتت. ليه اسم مختلف عن السنه اللي فاتت ولا هو برضه ابو ولاد؟ السنه اللي فاتت كان اسمه تاج الملك. هو ده سعره في السوق زي السنه اللي فاتت ولا اعلى ولا اقل؟ لا هيكون اعلى. بس شكله احسن من التاني. شكله اكبر كمان، كبير. في بتاع متر 10 سم. انت بتجمع وبعد كده الاخر بتقفل الفانوس مره واحده؟ بجهزه والاخر اقفله.